في شهر السبت على قناة الزيتونة. مرحبا بكم يا سكول. بس لما تيجي وانا احكي لك اللي جرى يا لقومي ضيعوني. كونسبت جديد اللي نحاولوا نطوروا اللي حاولوا نبدعوا فيه. جات الفكرة انه باش نعملوا حلمة تخدم في المرمى. قداش من عام تخدم في المرمى؟ حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتاء، حبيتك بالصيف. عطيه اليوم نخدم في المرمى، ان شاء الله غدوة نخدم خدمة ما خير. اليوم امي تبكي، ان شاء الله غدوة تضحك. انساها طيف انقى من زبد الايام ابقى. هل شاهدتم يوما كلبا عضا يتنترعى؟ هل شاهدتم ذئبا في البراري ياكل اخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عضا يتنترعى؟ اي حاجه، انا نحب تونس برشا 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 زيد، نحب نخدم تونس. شو كيفاش سهرية السبت مع التسعة على قناة الزيتونة؟